توالي ايه؟ معلش يا جماعه، مفيش حاجه اسمها معلش. يا معلم ايدي الزور عليها شويه غصب عنك. مفيش حاجه اسمها صبر. حاضر. ماله ده يا ادفع؟ رافض ادفع ليه توا يا معلم؟ وسع للمعلم. مش عايز تدفع ليه توا ليه؟ مرتبني لسه بوالده بقالها يومين، والواد نازل بعافيه شويه، محتاج علاج وجزء. كنا محتاجين. وانا مالي بابنك ولا مرات ابنك؟ اللي تشوفها بقى. وانت ناوي تسمي الواد ايه؟ هنسميها عزم يا معلم. جدع. تسلم يا معلم. تسلم. ما تدفعش اللي ده شهرين يا معلم. ماشي. ماشي يا سيدي المعلمين. حلاوتك. تسلم يا كبد. القناوي مرفوع عنه لتاوى شهرين عشان سمى ابن ابنه عزم على اسم المعلم عزمي كبرنا وبتوهتنا. ادعي للمعلم عزمي. عاش المعلم عزمي. عاش المعلم عزمي. عاش المعلم عزمي. عاش المعلم عزمي. يا خرابي يا اختي، عيني عليكي وعلى شبابك يا حبيبتي. سايبه عيال الكليبين يا اختي. يا عيني يا اختي، يا عيني يا حبيبتي، يا عيني عليكي وعلى شبابك يا حبيبتي. يا غرابي يا اختي، يا غرابي. يا لهوي يا لهوي، يا عيني عليكي. بتفدي يا اختي على العيال، عيني عليكي وعلى شبابك يا ضنايا. مبروك. ازاي يا سي عبد؟ وانت لسه ليك عين توريني وشك بعد اللي عملته؟ لا ماليهاش عين يا شكر، وعارف قد ايه انت زعلانه مني. زعلانه؟ وهي كسره القلب والوجع والعياط ليل ونهار عليك، كل اللي انا فيه بسببك ده بتسميه زعل؟ بقولك ايه، ما تتكلمش عن حاجه انت مش عارفها ولا حاسس بيها. وانا لو منك بقى امشي عشان انت مشوفتش وشي التاني، ولو شفته هتزعل. والله لو عليا بنت الناس عايز اشوف وشوشك كلها. انت فاكراني يعني انا اللي مرتاح ولا مبسوط؟ مرتاح ازاي وانا الحاجه الوحيده اللي كان نفسي فيها طول عمري ضاعت مني؟ انت انا اتغدر بيا وبهدلت قوي يا شكر. في عز كل البهدله ديت ما كانش في حاجه في دماغي غيرك وغير زعلك. انت ايه اللي حصل لك؟ اقول لك بس عليك النبي، بالله عليك يا شيخه تسمعي مني وتساعديني.